شوف، هو غادي نكذب عليك الا قلت لك اداء ديال المنتخب المغربي، لانه يعني انا نقول لك الراي ديال جميع المجتمع ديال المغربي، كلهم ما رضاوش على المستوى اللي، لان احنا كنا دابا تنشوفوا المنتخب المغربي اللي كان في قطر. فاليوم انا تنقول بانه رغم ما كانش هذاك المستوى التقني اللي بغاه الجمهور المغربي، ولكن اللي تأهمنا احنا هو ثلاث نقاط اللي تتخليك انه الكاليفيكاسيون لاكوب دي موند في امريكان، هذا هو الاهم. وتنعرفوا ان نهايه الموسم تيكونوا اللاعبين يعني صعيب تفكروا في العطلات، تفكروا انهم ياخذوا واحد قسط الراحه مع العائله ديالهم. رغم ذلك فتنتمنى ان الجمهور المغربي يزيد يشجع الاطار الوطني، يزيد يشجع اللاعبين باش انه نحققوا نتائج ايجابيه ونكونوا في لاكوب دي موند ديال امريكان ان شاء الله. هي حقا احنا السلوكات اللي وقعت في المباراه، هما جميع اللاعبين محترفين. انا تنقول لك كان لاعب من البطوله المغربيه ودار هذا، يعني غادي يكون واحد كلام كثير على هذا، ولكن تنتمنى انه هاد السلوكات تكون بعيده على هاد اللاعبين، ويكون واحد الروح الرياضيه مع المدرب. وكذلك يعني المسؤوليه راهي ديال المدرب، يعني في اي وقت غيرك فخصك تقبل المسؤوليه، خاصه انهم لاعبين محترفين وجاونا بالقاب، وحنا جميع المغاربه فهم تيشكروهم على الالقاب ودائما وراء ديالهم. فتتمنى انه المنتخب المغربي ما يطلعش. ها؟ سلوك من لاعب نجم. صحيح، يعني هو المنتخب المغربي هو كله لاعبين نجوم، كلهم بدون استثناء، ولكن ملي تتبدر منه فكان واحد القلق من طرف الجمهور المغربي في اتجاه اللاعبين. تتمنى انه ما توقعش في المباريات المقبله ان شاء الله. من فيديوهات المغربي اليوم.